السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو عرب، وإحنا في كابسول 10 مع جريد 5 في الإنجليش وورد، والكابسول دي هتلاقيها موجودة في كتاب الباهر في بيج نمبر 99، فركز معايا عشان تطلع فيها. الرجل هنا هو بيقول لي there is a bird in the tree. طيب تمام، أنت عايز مني إيه؟ هو بيقول لك استخدم there are. الرجل هنا هو بالمضغط عايز تحول الجملة من singular مفرد لجمع بلولر. طبعا there is دي هتتشال وهتحط بدلها there are. طيب كلمة bird دي هي واحدة بس، لازم نشيل a وخليها بلولر birds، يبقى there are birds وكمل الجملة. تكملة الجملة بقى براحتك، ممكن تقول in the tree عادي جدا، ممكن تقول in the trees ما عنديش مشكلة، المهم ان السنتنس البارت الاولاني ده كله يكون بلولر. اوكي يا شباب، ده بالنسبة لكابسول 10. وخلي بالك كابسول 10 اللي هو بيحول من مفرد لجمع أنا لقيتها كتير قوي، فخليك معايا. مثلا حاجة زي كده، هاجي أقول لك a police man catches، هنا صعبة شوية ركز معايا فيها، catches a thief. هنا الراجل في الإجزام يجي يقول لي حط لي policeman. طب انت ليه بتعملها كده؟ انا عايز اخليها من واحد لكتير، فانا هنا هقول policeman. طبعا هنا الاي اس هتتشطب. طب ليه شطبتها؟ لان هنا policeman كان تعويض عليه بهي، والهي والشي والات الفيرب في اخره اس، انا هنا مش عايز اس، فهنا هقول catch. وهنا thief لو انا عندي noun اخره اف بشيل الاف وبحط في اي اس هتبقى thieves. اهي شلت الاف وحطيت في اي اس، يعني رجال الشرطه بيقبضوا على اللصوص.